وهنروح لاخبار النادي الاهلي اللي الفريق الاول واللي اختتم تدريباته النهارده استعدادا لمباراه نادي النصر في الدوري طبعا مؤجله من الاسبوع الثامن، وهيدخل الفريق معسكر مغلق الليله استعدادا للقاء بعد ما الكابتن حسام البدري اختار القائمه، واختار في حراسه المرمى محمد الشناوي واحمد عادل عبد المنعم ورمضان مصطفى واحمد فتحي وايمن اشرف ورامي ربيعه وعلي معلول ومحمد هاني وهشام محمد وعمر السلية وأحمد حمدي ووليد أزارو ووليد سليمان أحمد حمودي إسلام محارب مؤمن زكريا مروان محسن أحمد الشيخ وأحمد ياسر ريام وبكماني وميدو جابر وباسم علي. طبعا تم إعفاء كل من حسام عاشور لإصابته في العضلة الضمة، وطبعا هيغيب عبد الله السعيد وكريم ندفت للإجهاد، طبعا يمكن مجهود كبير جدا بيبذله لعيبة النادي الأهلي. عشان كده هنروح لزميلنا يمكن كان هيبقى معانا كريم احمد مراسلنا من طبعا عشان يكلمنا عن اجواء المباراه، لكن طبعا بعد كده قبل ما نختم طبعا جولتنا الاخباريه لازم نروح للصحف والمواقع عشان نعرف اخر الاخبار اللي بتتكلم على النادي الاهلي، ونروح من الاهرام سبورت ونقول ان الاهلي بيختم استعداداته لمواجهه النصر، ومن الجمهوريه الخطيب استاد الاهلي الجديد مش مجرد ملعب، ومن بوابة أخبار اليوم الأهلي بأيد 30 لاعب في القائمة المبدئية لأفريقيا، ومن الوفد البدري يدرس استبعاد أجاييه من مباراة الأهلي والنصر، ومن المصري اليوم مجلس